بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. جينا اليوم قدام السفارة البحرينية الصهيونية مو البحرينية، نجدد عهد ويا فلسطين ويا الشعب الفلسطيني، وندعم المقاومة والمواجهة في البحرين ضد آل خليفة الداعم، الداعم لآل صهيون، لآل سعود، والداعم لإسرائيل. يعني واقعا شيء محزن ومؤسف اللي يقومون بآل خليفة ودول الخليج العربي اللي كانوا يتبجحون دائما بالعروبة وبالإسلام وبالقومية، لكن اليوم نشوفهم من أول المطبعين ويا الصهاينة لبيع القضية الفلسطينية.